في مشروع جديد لتأهيل السجناء من ذوي الأحكام العالية، كشفت مديرية الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية بغزة عن نسخة من القرآن الكريم خطها سجناء لديها برعاية دار القرآن الكريم والسنة. الخطوة لاقت ترحيبا من السجناء وذويهم، لكنها لا تخفي أيضا عددا من الملاحظات على الأوضاع في السجون بشكل عام وفي غزة بشكل خاص. 17 سجينا في غزة ينجزون مشروعا لكتابة القرآن الكريم بالرسم العثماني. السجناء محكومون على خلفية قضايا مختلفة وبأحكام متعددة أيضا، وصل بعضها إلى 20 عاما. محكوم 20 سنة، احنا مستغلين وقتنا بكل جهد. يعني أنا بكمل دراستي الجامعية، وفي كمان نزل غيره، وفي ناس بكملوا دراسة الثانوية العامة، وفي امتحانات موازي، وفي محو أمية، في ناس دخلوا المركز ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا، اليوم بطلعوا رسائل لأهليهم. وزارة الداخلية بغزة تقول إن سجونها مفتوحة لمن يراقب ويتابع على سبيل الارتقاء والتطوير. المعيق الأكبر هو المعيق المادي والمالي في هذا المشروع في ظل الحصار الذي تعيشه غزة، وفي ظل أيضا قيام عدم حكومة التوافق الفلسطيني بدورها وبمهامها، ولكن نحن هنا نبذل كل جهد مستطاع من أجل أن تكون مراكز الإصلاح والتأهيل هي نموذج في العمل. تبكي على شهداء أرضنا الحرة. رغم هذا العمل الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، إلا أن أجهزة داخل الوزارة نفسها لديها ملاحظات على الرقابة على مراكز التوقيف هنا في قطاع غزة. الملاحظات المهمة نتاج عمل بحثي منشور لهيئة القضاء العسكري بغزة، جاء على موضوعات تتعلق بالسجناء ووضعهم الطبي، ما يدفع لوضع النزيل المريض مثلا في العزل الانفرادي، بالإضافة إلى ملاحظة مهمة بأن جميع حالات الإدمان حسب البحث لا يتم التعامل معها إلا بإعطاء مسكنات طبية، وهو الأمر الذي تبرره وزارة الداخلية دوما بنقص الموارد المالية. باسل خلفة، تلفزيون العربي، قطاع غزة.